الناس هنا في الشارع، وهذه شي سيمانه كنعس في الشارع هنايا، وهذه السيده دابا ما بغاش يعطيني فلوسك 23 مليون ديالي، هذا مول الشركه هذا. المهم انا تعذبت انا هذه شي سيمانه وكنعس انا في هذا البرد هذا وفي هذا السم ديال البرد، وانا مكرفصني بالجوع، الناس اللي كيجيبوا لي الماكله وانا معذبني مع السيمانه ما بغاش يرد لي فلوسي، وعندي لي الاستفاده عاوتاني في حي بينا ما بغاوش يستافدوا، يعطوني الاستفاده هذه 20 عام، هذه 20 عام ما بغاش يعطيني الاستفاده في كف المؤمن. انا الشفاق عزيز كنسكن في حي بينا، وسدوا لي المحل تمايا، وعندي طبلتي في السويق كنبيع البيان، كنبيع كاوكاو والذرة، ومن بعد تحولت لطنجة، سدوا لي المحل ديال حي بينا ديال الاستفادة سدوها لي، وهربت انا لطنجة وبقيت تما 9 شهور في طنجة كنبيع تما في أشناد، في حي أشناد معروف في طنجة، يسولوا الناس ديال طنجة في أشناد راه معروف تما طبلتي راني سمحت فيها في طنجة. دابا رجعت على هذا السيد باش يعطيني فلوسي باش ندبر في شي بلاصه باش نشري. اي الطريقه ديال البيع والشراء جيت في 2011 جبت الفلوس وساومت عند السيدة كوطابليه هنا في هذا البيرو هنا في صفرو في الجهه العاليه، هذه هي الجيز ديال العاليه، وهذا البيرو هو هذا، هي كاينه كوطابليه هنايا. المهم ساومت درنا الثمن، لا جبت لها الفلوس خلصتها هنايا، وصلت على البي من 2011 حتى دابا راه ما كاين والو. وانا شوف لا لي استفاده لا ديال الضرب نسليطن ديال الدوار جباله، راه في الضرب نسليطن شريتها على حسب باش نستقر فيها، الا ما شدت هذه غنشد هذه، صدقت حتى وحده ما كاينه لا الاستفاده، ما كاينه لا ديال الدوار جباله ولا ديال هادو، وها انا في الشارع. هاد العكاز اخويا ما عرف منين هاد الشيء، ما فهمتوش والله ما فهمته بالله، ما فهمتش اخويا والله ما فهمت. دابا يعني صافي سمحت في كروسي في طنجة، دابا راني سمحت فيها في طنجة، دابا راه جيت باش نشد رزقي هنايا هنا في الصرو، عندي المشاكل ديال رزقي. وكيجيو عندي كيقول لك يلاه المهم انا غنجيب لي النمره ديال الكونت، غادي ندوزو الحساب ديال على حساب الكونت ديال، جيب لي النمره ديال الكونت ديال البنكه، كنجيب له النمره ديال الكونت، جيب لي الالتزام، درت مع الالتزام ودرنا عند بيطوش، درنا عند بيطوش الالتزام، وجبتها له الحسنية الكوطابليه وصورته المهم، وصفتها للمعلم في التليفون داكشي اللي جبتها داك الالتزام وداكشي، ومشيت قال لك سير انا غنسيفط لك الفلوس هذه شهرين، غنسيفط لك الكونت في على حساب البنكه ديالك. ومشيت للبلاد العربيه الكشاته، مشيت للبلاد ديال الكشاته اغبل قرار. المهم تما جلست واحد الشهرين في الدار ديال با، ما لقيتش فين نمشي، صافي عاطير ديالاش ها، مازال ما عندي لا الولاد لا والو، ما خلاونيش نتحرك والو، ما عندي لا الاستقرار لا والو، في اي بلاصه ما عنديش الاستقرار. صافي جابوا لي التمام في اي اتجاه صفط. المهم ها هما فين صفطوا لي، لا جواج لا ولاد لا وتاد لا الاستقرار حتى حاجه ما كاينه. انا كنطلب منهم الله يجزيهم بخير، انا طرد الشركة تسمى الطرد، حتى وحده ما شديتهاش، لا 70 متر ديال الضرب نسليطن، لا الاستفاده ديال حي بينا، ولا ديال هاد 23 مليون اللي عندها هاد السيده دابا الشركه. اذا راه هنا في الشارع عايش في الشارع، اذا راه صافي الطرد هو هذاك. المهم الختام انا كنصر الله ينصر سيدنا وعاش الملك ان شاء الله، يا ربي الله يشافي وصحته. انا كنتمنى من سيدنا الله ينصره، المهم يشوف هذه الحاله ديالي، المهم انا والمسؤولين حتى المسؤولين غادي يشوفوا الحاله ديالي، سيدنا الله ينصره وعاش الملك. المهم المسؤولين هما اللي يحلوا هذا المشكل هذا، وإلا درت شي حاجه نتعاقب، وبلادي بلاد المغرب هي هذه ديالي، هي راه بلادي هذه، واش انا جاي من شي دوله اخرى؟ راه ما جيتش انا من شي دوله اخرى، اذا راه بلادي هذه ما تقربش انا في الشارع وشوفني اللي كيعرفني واللي ما كيعرفنيش، انا في بلاد ديال المغرب وفي بلاد ديال الجدود ديالنا وفي بلاد ديال درت على التمر هذاك رزقي باش يجبدوني فيها ويتمرمدوني فيها ونتعذب ونتكرفص ونبقى بالجوع والناس كيوكلوني ويشربوني وانا مكرفص هنا، راه حشومه. شنو دايرين انا في هذه الدوله؟ واش سرقها؟
لو كان سرقت الدوله واخا غادي يقولوا راني سرقت الدوله او درت شي حاجه ما مصلحاش، الا درت شي حاجه راه القانون كاين. انا المهم انا كنطلب انا غير رزقي، يعطوني غير رزقي والاستقرار ديالي نستقر في بلادي وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.